مصر على الصعود؟ اعتقد انه في 4 5 دول نفسه، في المغرب، في غانا، في السنغال. السنغال كان قويه جدا في كاس العالم اللي فات. شايف الجزائر؟ المغرب. في مجموعتنا اوغندا. المغرب هي اكتر فريق هو المنافس ليها يعني. هي يا اما غانا يا اما المغرب. ايه اكتر حاجه ضايقتك الماتش الاولاني؟ النني. مفيش خالص، مفيش. يا ريت الفريق يأدي اداء احسن من اول مباراه. هو الاداء ما كانش قد كده هوت، بس احنا بنقول اللي هو لسه ماتش الافتتاحيه، فلسه ان شاء الله ان شاء الله يعني اللي جاي هيبقى احسن بكتير، وباذن الله كده احنا نتوقع باذن الله الكاس يكون لينا احنا يعني.